تبرم اللقطة الأخيرة من جانب كريستيانو، تصل إلى نياكاتي، حاول يمر نياكاتي داخل منطقة الجزاء، تسديدة لكنها بعيدة، بعيدة جدا. كرة نياكاتي، كرة نياكاتي جاءت بعيدة، كرة محاولة باتجاه تاريسكا، يحاول وصول الكرة، تاريسكا في خطأ من قبل، خطأ على تاريسكا ولمصعد سعد الموسى. نشوفها مرة أخرى، تاليسكا كان يطالب الغامض، مباراة كبيرة جدا لفيصل، فيصل بكرة فيتينيو، مهارة عدة فيتينيو، روعة كبيرة في اللقطة الماضية، خطأ يحتسبها حكم المباراة، كويسون في وسط الميدان لمصعة الاتفاق، الكرة الطويلة لكنها صافرة، وخطأ يحتسبها حكم المباراة على عبد المجيد الصليح. تدخل في هذه الأثناء وخطأ ضد عبد المجيد صعد حلول، عبد الرحمن غريب، تمريرة الرد إلى رونالدو، كريستيانو التسديدة لكنها بعيدة، وفي الأخير تحولت إلى ركنية. حلوة لقطة ماضية، رونالدو تسديدة صدمت في الدفاع، مرة فيتينيو عنده مساحة، فيتينيو، فيتينيو يحاول بكرة تغطية، تدخل وخطأ يحتسب حكم المباراة على سلطان الغنام ولمصاعة فيتينيو في مكان خطويكبي أمام هذه اللقطة، فيتينيو حطها لكنها بعيدة جدا، وبعد ذلك انتهت إلى مرمى التسديدة. يلعب كرة عرضية خطيرة، بيتي روعة كبيرة في اللقطة الماضية، مارتينيز بعد لمسة كريستيانو، تمريرة رونالدو لبيتي، مارتينيز خذها لعبة واحدة، شوفها مرة أخرى، خذها على الطائر، سارية كرة عرضية تبعد من الدفاع، هذه المرة على الطائر، سليهم تسديدة، حلوة اللقطة الأخيرة، الله يا سلام عليك. على التمرير إلى بيتي، مارتينيز، تاليسكا تسديدة، الله.